أريدك ليا حليلي يا ضام الخيل اهلم عنا. مرحب يا ترف البناتي، هلا يا عين المهاتي، لو عرضوا لي مياتي غرام اسم حيد عنا. يا روحي هذا اللي ببالي تقبل علينا الليالي، ناخذ بعضنا بحلالي قدام الخالق وهلنا. يا روحي هذا اللي ببالي تقبل علينا الليالي، ناخذ بعضنا بحلالي قدام الخالق وهلنا. يا الله صبحك بالخير يا بنية. يا صباح النور، يا هلا، عطشان نسقيك. لا بالله، أريد أسألك سؤال. خير إن شاء الله، قول. البارحة جيت يم الغدير ولقيت الخاتم مرمي على الأرض، وقلت لنفسي وكاد وقع منيد بنته من البنات، ما تعرفينه المن؟ إيه بالله أعرفه وأعرف صاحبته. مين هي صاحبته؟ جواهر بنت الشيخ الحميدي. جواهر، أنا أعرف قصة الخاتم. وش هي قصته؟ جواهر حكت لي عنه. يوم تجوز الشيخ الحميدي أم جواهر انطاها الخاتم هدية بليلة الدخلة، ويوم كبرت جواهر قامت أمها وانطتها الخاتم وقالت لها شوفي يا بنتي، باشر حين تجوزين قدمي هالخاتم هدية لحليلتش، هذا الخاتم ثمين وما يليق إلا لرجال النشامة. مكثورة الخير يا بنية. جواهر لدي هذا الثوب يليق بيك أكثر، تلبسي الليلة، وش رايك؟ يما انت ودك عريس أفضل من متعب. متعب فارس العشيرة وخياله، متعب قاتل الذيب، متعب اللي كل واحدة من بنات العرب تمناه. أدري يما أدري، لكن أعرف اللي ودك تقولين. هعرف يما، ترجاش فهميني، أنا حلفت. لكن إذا متعب وده إياك وأبوك أعطاك له، وإيش ودك تساوي؟ كان لابد ياخذني متعب جسد بلا روح. وإيش ودك لعاد؟ جننتيني يما. ودي أكون المتعب ومرته الحبيب، ودي أنطيه كل ما أملك، لكن شوفي يما، إن كان لابد نتعلل الليلة عند كمايل. مش بيك يا ولدي؟ يما تعالي قاضي هان، تعالي. خير يما، وش بيك؟ وين راح أبوي؟ عند الشيخ الحميدي. يما أبوي قال وده يتجوزني، صحيح يما، ودنا نفرح بيك اليوم قبل باكر ونشوف عيالك قبل ما نموت. بعد عمر طويل يما. زين الحين اقول لك انا موافق. متعب يا ولدي،
لقيت البنت اللي... لا يما ما لقيتها، لكن ما اقدر اخالفك وخالف ابوي. الله يرضى عليك يا ولدي. يما قل لي حلفين، مين هي البنت اللي تريد تجوزها؟ يما ابوي قال وده يتجوزني جواهر بنت الشيخ الحميدي. صحيح يما، لكن حين انت رفضت فكر يشوف غيرها. شوف غيرها؟ ايه، والحين راح ينبيت الشيخ الحميدي يطلب منه يدور لك على البنت اللي فكيتها من الرجل الخسيس وحميتها. وش تقولين يما؟ يما ابوك ما يريد يجوزك غير البنت اللي تحبها. هالحين ابشر يما باللي ودك ياها. الله بشرك بالخير يما. بلعون يا الربع، انها سلافة زين. قل لي قل لي يا ابو فاضل منين تجيب هالسوالف؟ يا جماعة الخير، ابو فاضل شاعر يدور بلاد ويلف بلاد وياخذ من هالقصة ومن هالسلافة ومن هالحكاية. وهسع لو يسمع عم الشيخ الحميدي، اريد اسمع من الشيخ محمد سالفة من سواليف ولا كان يعملهم مع ربعه ويقضي بينهم. إيه بالله يا شيخ محمد، مثل ما قال شايش، نريد نسمع منك سلافة زينة. ارجي يا شيخ محمد. ابشروا يا الربع، ابشروا. حياك الله. الأيام طويلة ومجالسنا هان كثيرة، لكن الحين وشاعرنا أبو فاضل ضيف علينا ودنا نسمع منه قصيدة زينة. أبشروا أبشروا، يلا هتحيي. يلا أنت حيك يا أبو فاضل. اسمع يا هالربع، أنا عندي رأي. تفضل. الليلة نسمع قصيد من أبو فاضل، وباشر بإذن الله نسمع سلافة من الشيخ محمد زين. والله رأيك زين يا عم أبو فاضل. توكل على الله، توكل على الله. تفضلوا سمعنا كلامك الزين. يلا حيهم. والله إنها تعليلة زين. أي بالله بالله. ترعي فنيني وسنين الميحايل يدعينا
صحتي يا قايل بالي مشقى ليه مايل فجوزي عن طير رهي وهري دويرن ما هاجستي اليوم بيجي لي قايل كل هاجسي بغزالي صدي عن سلم اسمك يا ابو فاضل يا يعطيك العافيه دير لك قهوه يا ولدي يا فهد دير لك قهوه السلام عليكم. اهلا بيك يا زاهي. اهلا. وايش هذا؟ بحر لد وشوف. خاتم زين. اي بالله يا ريت. مبروك عليك يا اخوي. الله يبارك فيك يا اخوي. اسمع يا اخوي زاهي. نعم يا اخوي. قول. اريد منك خدمه. امر وانا البي لك اللي بدك اياه. الليلة هالجواهر وامها جايين يتعلل من عندنا. ادري يا اخوي. وادري السبب وادري. اريد منك يا اخوي يا زاهي تروح الليلة على بيت الحميدي. انت قول وانا افعل اللي ودك اياه. زين. بس اقول تروح البيت الشيخ. عمتم جواهر من ينادي؟ أنا زاهي من عرب الشيخ محمد. هلا بيك. إذا كان ودك يا زاهي الشيخ محمد هرعو قاعد بشق مع الشيخ الحميدي. لا بالله أنا أريد جواهر إلها معي أمانة من متعب. أمانة؟ وش هي الأمانة؟ إي بالله. جواهر يمه تقول لك جواهر. لا يما لا. انا جواهر خير ان شاء الله. إليك امانه من متعب وجوز كلام. وش الامانه؟ يقول لك متعب هذه امانتك خذي البسيها بيدك قدام البنات. هسا بخاطركم. اتناني يا زاهي اتناني. كيفك يا زاهي؟ الحمد لله. كيف حال خوي متعب؟ بخير. هذا الخنجر وديعة متعب عندي، خذ انطيه وقل له جواهر تقول لك زين بخسرك الليلة حين تلفي عند الشيخ الحميدي. طيب خاطركم. سلم على متعب وقولها هالحين نسير عليها. سلامة تشيصر يا عمتي. نيالك يا متعب. يما Thank you.
السلام زاهي، قل لي وش سويت؟ انطيتها الخاتم؟ وش قالت لك؟ عمهلك قول يا اخوي، انطيتها الخاتم وش قالت؟ عويش مستعجل يا رجل يا اخوي، قول اهرج اهرج. رحت للبيت زين وقمت انادي عمتم جواهر. زين وبعدين وبعدين؟ وبعدين جاتهم جواهر. قول شفت جواهر؟ اي طول بالك شوي. انطيتها الخاتم وجواهر جتني زين وتسلم عليك بالله عليك. اي بالله. وش قالت لك؟ وتقول لي وتقول وش تقول؟ هذه وديعتك عندها، تاخذها وتحطها على خصرك يا اخوي، وتروح الليله تعلل عند عمك الشيخ الحميدي. هذا من جواهر؟ اي بالله. الليله لا تنساها. ابو ما ودنا نشرب قهوه؟ يلا بينا. يلا يلا يا اخوي. جواهر، يلا يا جواهر، هسا عم تعبت تنانا، قومي. يما وش رايك؟ اظن الثوب يهدنا عادلي. هذا كان رايك تروحين بهذا الثوب وهذا الوجه؟ بس اريد هالساعه اروح بهذا الثوب الجديد. هي يما والله يا عين متعب على عقلك، قلك الوقت عند راي. البسي زين. وش تقول يا ولدي؟ هذه الحقيقة يا أمه، جواهر هي البنت اللي حبيتها واللي نجيتها عند الغدير عندما كان يريد هياف الهداني يخطفها. والله والله سولافتك هذه غير يحتشون عنها جيلا بعد جيل. عاشق متيم يدور على محبوبة قلبه هان وها، وهي قدامه والبيت قدام البيت والعين تواجه العين وما يدري عنها إلا بعد حين. لكن قل لي وش كان قصد جواهر حين اخفت حالها عنا؟ والله يما يجوز انها ما شافتنا. لا بالله يا ولدي، جواهر لا بتشافتك، شافتك وانت قاعد بالشق عند ابوها الشيخ الحميدي، شافتك وانت رايح هان وهان، شافتك وانت رايح يما الغدير. والله كلامك بيروح، عاد ويش كان بباله؟ امان الله يا شايش. الله حييك. الله حييك يا عم الشيخ، يديم عزك ابو جواهر. حيا يا ابوي، بس بالله عليك اترجاك ما توخر عنا. ها الله يسلمك ويديمك يا عم الشيخ، ما عنكم غنى. حياك الله يا ابوي. امان الله يا ابو فاضل. سلمك الله. انا استوي شرف. الله يحييك. تصبحون على خير. امان الله. تصبحون على خير يا فهد. وانت ابن هالو يا خطر خاطرك يا فهد. مع السلامه يا ابو فاضل. تفضل يا شيخ محمد، تفضل اقعد. صدق هو يا ابويا فهد. ابشر يا عم ابشر. حياك الله يا شيخ محمد. هلا أقول يا شيخ محمد. تفضل. من ساعة اللي شرفتنا بيها وأنا أشوف بعيونك هرج، ويوم أنه يصل إثمك ترده، بالله عليه هذا صحيح ولا أنا غلطان؟ إيه بالله صحيح يا طويل العمر. زين الحين حنا لحالنا،
حمير قول اللي بخاطرك واللي يشغل بالك. اطمن يا شيخ، فهد مثل ولدي. اطمن اقول يا اخو. الحقيقة يا شيخ الحميدي، من زمان وانا حامل بقلبي سر ما اقدر ابوح به الانسان، وكان ودي هالسر ظل مخبه جوا القلب، لكن اللي صار الريحة جت معاكسة والحال ما عاد يقدر يحتمل، وماني عارف ويش اساوي. يا شيخ محمد، انا اشدك بالله تقول اللي بخاطرك واللي يشغل بالك، وانا باذن الله احفظ السر ما ابوح به، واللي تطلبه واقدر عليه اقدم لك اياه ولو على موتي. بارك الله بيك يا شيخ الحميدي. وهالساع اهرج لك السلافه من اولها. تفضل يا اخوي. تذكر يوم لفينا هان عندك وسولفنا عن الشيخ صقر وولده سطوان وعليه صار بينه وبين بنتك جواهر؟ اي اذكر زين. وبعدين واحد اثنان ثلاثة الآن انطلقت المسابقة. منافسة. هذا الحاجز. تحدي. مرح. فوز وخسارة اجتمعوا في برنامج واحد. ألعاب مفتوحة. ألعاب مفتوحة الثلاثاء الرابعة مساء على قناة ذكريات. إلى سباق جديد مع الساعة. اللوب داخل النخل 10 درجات. صح 10 درجات، برافو. وفي المركز الأول ما زال عبد الله. ما أول وكالة أنباء عربية؟ آخر سؤال، تنافس شديد. سباق مع الساعة الاثنين 11 مساء على قناة ذكريات. عن جنبي يما، تعال. الله يحييكي يا ام جواهر، ويحيي اللي يتدرى اللي رضعت هالنشميه جواهر. تسلمي وتدوم يا خيتي. ومن يوم ما نجاها ورجعها لاهلها تقول انه يتقلب على جمر ليل ونهار، متعب وده يخفي عذابه جوا قلبه، حتى ما ينقال عنه متعب الشقاوي اللي يصرع الأبطال وقع بحب بنيه من أول ما شافها وسمع صوتها. ومتعب عرف البنت اللي نجاها؟ لو أنه عرفها ما كان راح يدور عليها من بيت البيت ومن عرب لعرب. والله يا شيخ محمد ما أدري ويش أقول لك يا أخوي. الهرج ما يفيد يا طويل العمر، ما غير أريد أفعالك إن كنت تقدر عليه، وأنا هنزيلك يا شيخ الحميدي، وما أطلع من هان إلا أشوفك تنتخيلي وتوقف جنبي وتساعدني على حل هالعقدة. ابشر يا شيخ محمد، ابشر يا أخوي باللي تطلبه ولا أقدر عليه. بارك الله بيك، والله إنك قدها وقدود. وهالحين ويش ودك أساوي؟ نشوف هالبنت ونشوف أبوها مين يكون من العرب، وإن شاء الله نقدر نطلبها لولدي متعب. وإن كان البنت ما تريد سرها ينكشف
بين ربعها وأهلها، وإيش نساوي؟ أنا أقول لك يا شيخ، نروح جاها على أبوها ونطلبها مثلها مثل أي بنت، وما نجيب سيرة للي صار. عين خير يا شيخ محمد، عين خير. ما أقدر أصدق يا زاهي، ما أقدر أصدق. هدي بالك، هدي بالك. ما أقدر أصدق يا زاهي، كيف رفضت تتجوز جواهر بنت الشيخ الحميدي وبعدين تطلع جواهر هي البنت اللي حبيتها ونجيتها من هيافة الهداني؟ بقدر أصدق يا أخوي، بقدر أصدق. يا أخي تعال اسمع، احمد ربك بالقسمة والنصيب أنها طلعت بنت الشيخ الحميدي، بطلعت بنت رجل غريب وخصيب علينا. إي بالله يا زاهي، إي بالله. تعال هسا نسمع ويش يسولفون بلا محرم. تعال الجواهر هذوك. إي بالله يا خيتي أم جواهر، حنا لما كنا صغار ما كنا نسوي هيك. إي بالله، إي بالله يا متعب. منسى يوم جواهر حلت لغصة طوالي من الشخصقر ورمت عليه لغز ثاني وراح المسكين يدور ما يلاقي حل اللغز. تصوري لغز يسلفون بين الناس يخلي جواهر ما تجوز سطوان. القسمة يا ام جواهر، القسمة والنصيب. سطوان فشل في حل اللغز حتى يجي ولدي متعب ويتجوز زيت البنات. إيه بالله، حس ذكرتوني باللغز. عمتي متعب أريد أسألك سؤال. خير يوم، قولي وش في؟ ودي تسألين متعب إن كان يقدر يحل اللغز. اللغز؟ إيه بالله يما، أنا رميت على الشيخ صقر لغز قدام الجميع وقلت إذا قدر يحله أتجوز سطوان. لكن يا جواهر، متعب غير سطوان يا بنيتي. أدري يما متعب غير سطوان، لكن ماري باشر يقولون جواهر حين شافت متعب نست اللغز، ومارد يقولون متعب مثل سطوان ما قدر يحل اللغز ومع هذا تجوز جواهر. صب لك قهوة يا عمي. لا يا أبويا فهد، ما أريد، الله يرضى عليك. قهوة تريح الأعصاب يا عمي، بس اشرب تقهوة. حياك الله يا أبو، ما غير روح تنام وارتاح، وباشر بإذن الله تجيني قبل طلوع الشمس. شلون ودي أنام يا عمي؟ ما رايح يجيني نوم وأنا أشوفك قلقان ومشغول البال. بارك الله بيك يا وليدي، قوم أنت الله يسهل عليك وسوي مثل ما قلت لك. زين يا عمي، إن شاء الله أجيك قبل طلوع الفجر. تصبح على خير يا عم. مع السلامة يا أبوي. أبو جواهر، أنت قاعد لحالك ولا في عندك ناس؟ يا بالله قاعد لحالي. مساك الله بالخير. يمس النور والبركة. متى جيتي من بيت الشيخ محمد؟ هسه
ابو جواهر؟ تدري مين النشمي اللي فت جواهر من هياف الهداني؟ ايه ادري، هو متعب ولد الشيخ محمد. مين قال لك؟ الشيخ محمد حكى لي السلافه من اولها لتاليها. وش قلت له؟ وش بدي اقول له؟ الشيخ محمد ما يعرف انه ولده متعب هو اللي نجى بنت جواهر وحبها، ومن طيبة قلبه جاي يستعين بي مشان اخطب له اياها. وبعدين وش صار؟ وش بده يصير؟ قلت له عين خير. صحيح صحيح انه متعب ولد نشمي وما بي مثله بين رجال. تحكي صحيح يا ام جواهر. لكن اللي تعبني وشاغل فكري قصة جواهر مع هك البايق هياف الهداني. يا شيخ وش ودنا منه؟ الحمد لله المسألة وراحت على خير، وهياف ما هو بالدير. شوفي يا فضة، ما زول متعب عرف الحقيقة وظهر على حقيقته، لابد ما خبر العرباني بكل شيء. يا شيخ وش تقول؟ إيه ما أقدر أخبي الحقيقة عن الناس. ودك تقول للناس إنه هياف الهداني خطف جواهر؟ يا بنت الحلال هذه حقيقة لابد ما الناس يعرفونها مني بدل ما يعرفونها من هياف الهداني. والناس؟ واجبي أبيض وجه متعب وارفع راسه بين الناس. والناس يا شيخ وش يقولون عن جواهر؟ يقولون بايك خسيس خطف بنت الحميدي، وخيال كريم النفس نجاها وخلصها. جواهر وش تقولي؟ وش تقولين؟ حقيقة يا ابو متعب الحقيقة. جواهر بنت الشيخ الحميدي هي اللي هي البنت اللي نجاها ولدنا متعب واللي كان يدور عليها. يا ويلي وش اللي سويته مع الشيخ الحميدي؟ وش سويت مع الحميدي؟ ما خفيت عنه شيء، خبرته عن حب متعب للبنت اللي نجاها وترجيته يدور عليها ويجوزها انا متعب ان كانت يد طولها. وش قال؟ اوعد خير. حنوك يا ولدي، حنوك يا متعب. شوقي الله نوايك ضرب العرب حتى لو لجت علينا عدوك قلبي يريدك ونريدي القلب ما به بلولوك الترف مرجتي بيدي. صباح الخير يا فهد. صباح الخير يا عمي. يا هلا. انت من زمان؟ اي والله يا عمي من الصبح جيت، ولفت القهوة وصلحت الفراش. الله يعطيك العافية يا ابوي. الله يعافيك يا عمي. تفضل. اريدك يا ولادي تروح يم رجالنا قبل ما يسرحون بالحلال وتقول لهم يلفوا بسع. خير ان شاء الله يا عمي. وايش تريد منهم؟ بعدين تعرف. عجل يا ابوي عجل. ابشر يا عم. قواك الله يا وليدي.
محمد. يا عم الشيخ محمد، يا عم الشيخ محمد، وش في يا جاهي؟ فوت تعال. الله يمسيكم بالخير. يا هلا والله يا عم الشيخ، لقاني فهد ونو يقول للشيخ الحميدي الليله يعزمك عنده للتعليله وبساع الليله. خير ان شاء الله. والله يا عمي هقوت ان الشيخ الحميدي وده يجمع رجال العشيره كلهم. زين روح شوف متعب وخليه يلفي هالساعه. حاضر يا عمي على راس. عجل عجل يا زاهي. قول يا جواهر، وإيش كثرة المية اللي تاخذينها للبيت؟ حتى نسق الضيوف المسائي؟ أشوفهم كثار يا ترى وإيش في؟ ما أدري. لا بالله تدرين وتخبين علي. إيه؟ إيش لون عاد؟ وأنت صديقتي وخيتي؟ الصحيح من حين ما انطاتش متعب الخاتم اللي كان ضايع منك وحالك متغير. لا ما أظن هيك. إيه بالله هيك وأكثر. ومتعب كمان حاله تغير. ما عاد يلفي على الديرة ولا يمرق قدام البيوت. يا ملعونة قول الصحيح، هو بي بينك وبين متعب شيء؟ هو ينصب عندك؟ وش هالهرج يا طرفة؟ انت مجنونة؟ يلا يا جواهر يلا. يا هلا ويا مرحبا النجامة. يا هلا بيك. يا هلا بالشيخ محمد. يا هلا بيك. سبق هوا يا ولدي يا فهد. سب للنجامة. ابشر يا عمي الله يحييك ويحيي النجامة. قوم يا زاهي. قوم يا ولدي ساعد خويك فهد. تكرم يا عمي تكرم. حياك الله. تسلم. سلم يدك يا فهد. أشوفك يا عم الشيخ الحميدي ما أنت على بعضك، هقوتي بي شيء. إي بالله يا شايش والهرج للجميع. ولا تهاني يا أحمد. من مدة قريبة صابتني مصيبة. إي. لكن الله سبحانه وتعالى نجاني وعيالي منها. الحمد لله. الحمد لله يا شيخ. الحمد لله. والحين جه الوقت. اللي سولف لكم ويش اللي صار بين بنت جواهر وابن الهداني. الهداني؟ ايه الهداني. تقصد الولد هياف الهداني يا عم الشيخ؟ ايه يا شايش هو. وحكي لكم عن شهامة ورجولة متعب ولد الشيخ محمد. احكي يا عم الشيخ قول خلنا نسمع. صلوا على النبي يا هالربع. صلوا على سيدنا محمد. في ليلة من الليالي مع ضب الظلام فات على عربنا هياف الهداني ابو غفله وخطف بنت جواهر. اخسر نذل ول هالبايق واللي عديم الحظ خسها النذل. ما الرجال تردوا على البوق يا عم الشيخ؟ هذا اللي صار يا شايش. هذا اللي صار بين هياف الهداني وبنت جواهر. النذل خسيس. لكن متعب نشم رجال صدر الهياف وتعارك معه وخلص جواهر بنتك من ايده. الله يحييك. الله انت حييك. حياكم الله يا رب. انت حييك. عافيه. حياك الله. اشهدوا يا هالربع. اشهدوا علي. انه المعروف اللي سواه معي متعب ولد الشيخ محمد ما انساه طول عمري ليوم نموت. الله يحييك يا مستر. والله حطين ما انت. الله يحيي الديده اللي ارضعك. حياك الله. بارك الله بيك يا طويل العمر. انت راعي الاوله. والمثل يقول راعي الأوله ما ينلحق. أي بالله. حياك الله يا متعب يا وليدي.
بالعون انك نشم رجال عز رجال. تعيش يا عم. وسع يا عم الشيخ، وش ودك تقول؟ وتسأل متعب قدامكم الجميع. تفضلوا. تفضل اسأل، قول يا عم الشيخ. متعب يا وليدي، اطلب اللي ودك اياه يصير. ترى اطلب يا متعب وانا حاضر. بارك الله بيك يا عم الشيخ. ملعون فضلك علينا زاد عن حده. كفو يا متعب، كفو يا ولدي. بلعون انك نشم العيال وعز الرجال. اي بالله. تعيش يا عم تعيش. يا عم الشيخ الحميدي، يوم اللي لفه سطوان ولد الشيخ صقر الرياشي. اي. لفه يم ديرتكم. جواهر رمت عليه لغز. ما قدر سطوان يحله. اريد اسمع اللغز من اثم جواهر. ودك تحل اللغز يا متعب؟ بإذن الله يا عم الشيخ. جواهر، يبا يا جواهر. نعم يا بوي. سمعت هرج متعب يا بوي؟ إي بالله سمعت هرجه زين. وإيش رايك؟ إن كان يقدر حياه الله. اطلب منها يا عم الشيخ تقول اللغز. ايه قول يا جواهر، قول اللغز يا ابو يهرجي. اخضر مثل العشب بلونه وحلاياه، وياقد مثل الحطب لو حنا شعلناه، واصفر مثل الذهب إلي نظرناه، وأبيض لون الثلج. هو إيش معناه؟ أخضر مثل العشب بلونه حلاياه، وياقد مثل الحطب لو حنا شعلناه، وأصفر لون الذهب إليا نظرناه، وابيض لون الثلج. هو ايش معناه؟ ايه متعب. حله بسيط ويا حلو مغزاه. والكل منا لابد ما يقناه. ونقلطه للضيف في حين ملفاه. هذا القمح يا بنت الأجواد معناه. حياك الله. يسلم اسمك يا متعب، يسلم اسمك. اي بالله هذا صحيح. والله يا جماعة الخير ان هذا هو القمح. يكون اخضر بلون العشب يوم يكون فوق الارض. ويصير زرع ويعقد مثل الحطب يوم نحصده. ويصبح اصفر مثل لون الذهب عند ما يصير حب. وبعدين على خير ينطحن ويصير لونه بلون الثلج ابيض. الله يحييك. والله انه صحيح. والله صحيح. جواهر يا ابوي، وايش رايك بهرج متعب؟ جوابه صحيح؟ اي بالله يا ابوي، هذا الجواب الصحيح. تسلم يا متعب، تسلم يا ولدي، تسلم. حياك الله يا عمي. حياك الله. والله ولدي يا متعب. نعم يا ابوي. الشيخ الحميدي يقول لك قدام كل الرجال، وايش هو اطلبك؟ اطلب اللي تريده، ما غير قول يا ولدي، قول. اطلبي سلامتك يا عم الشيخ. Thank you.
الجنه.